عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة واحسن الظروف ان شاء الله. ومرحبا بكم عندي، ومرحبا بالناس القدام وجداد المشاهدات عندي اللي يلاه تعرفوا على القناة ديالي. وتنقول لكم ان شاء الله لا حجمنا معكم، ونتمنى ان شاء الله وصفتي كلها تنال اعجابكم وتجربوها وتعطيكم ديك النتيجة اللي تتبغوا ان شاء الله. وانا دائما تنفرح ملي تكتبوا لي في الكومونتير تقول لي شي مشاهده عندي راه داك الوصفه راه جات معايا، راه عطاتني واحد النتيجه مزيانه، تنزيد نشجع ونبحث لكم على وصفات وتخليوني نزيد القدام ان شاء الله. وهاد الوصفه اللي جيت بها اليوم ان شاء الله طلبتني ليها واحد المشتركه عندي، وعدتها غنعطيها لها. كنت نوجد واحد الوصفه اخرى واجلتها، قلت نعطيها انا محتاجه لهاد الوصفه نعطيها ليها. اي حاجه تتفرحكم راه تتفرحني، وشي حاجه تتبغيوها نبغي نعطيها لكم حتى انا ما نخرج لكم عليها. والوصفه ديال اليوم رائعه الناس اللي عندهم السواد في الرقبه ديالهم في العرق والتصبغات وعندهم الخلايا الميته. بزاف ديال الناس تنشوفو هكا بنات صغار عيالات تنشوفهم عندهم تصبغات في العنق ديالهم. ونعطيكم الاسباب لهاد التصبغات: التعرض لاشعه الشمس، خاصنا نستعملو تواقي الشمس كي تنستعملو بشره الوجه ديالنا، نستعملو العنق ديالنا. والناس اللي عندهم السمنه، اللي اضطراب في الهرمونات، المراه اللي تكون حامله تبقى داك التصبغات في العنق ديالها على شكل كلف، وبزاف ديال المشاكل وسوء التغذيه، بزاف تاكل الفيتامينات ناقصين، الناس ما تيشربوش الماء بزاف، وبزاف بزاف ديال العوامل اللي تيخليو داك التصبغات في العنق. وانا علاش قلت لكم هاد الاسباب؟ باش ملي غتستعملوا هاد الوصفه تفاداو هاد الشيء كامل، هاد العوامل تفاداوهم. ما تعرضوش اشعه الشمس، بقاو تشربوا الماء بزاف، خذوا الخضر، كثروا من الخضر، وبزاف ديال العوامل راه تتخليو هاد التصبغات تيبقاو في العنق ديالنا وتيخسروا ديك الجماليه ديال العنق ديال المراه. وهاد الوصفه ديال اليوم جيت لكم بها رائعه لهاد التصبغات وهاد الغزاله، غزاله بزاف، تمكن لكم تستعملوها يوميا تعطيك النتيجه غزاله، ما تبقى لا تصبغات، تحيد ديك الخلايا الميته، وفي نفس الوقت مقشره ومبيضه ومرطبه. ما تنبغيش نطول عليكم فيديو نعطيكم وصفه ديال التقشير او وصفه ديال التبييض، من بعد نعطيكم وصفه ديال الترطيب. انا جمعت لكم هذه الوصفه في وصفه واحده باش نسهل عليكم تصايبوها في البيت ديالكم. المكونات راه ساهلين ومعروفين في اي بيت. غنحتاجوا لهاد الوصفه الارز الابيض، احسن يكون مطحون على اليد، طحنوا في البيت ديالكم على يديكم. الحليب المجفف، اي نوع عندكم من الحليب، دقيق الشوفان او دقيق الخرطان رائع للتقشير، غزال بزاف. المكونات كيف ما قلت لكم راه مقشره مبيضه ومرطبه وغزاله وغتعجبكم، وان شاء الله ملي غتجربوها اول استعمال غتبان لكم النتيجه. هنحتاجوا زيت الزيتون، العصير ديال الليمون، او اللي ما عندوش عصير ديال الليمون الحامض يمكن له يستعمل خل التفاح، ولا كان عندكم طبيعي ما كانش خل التفاح من احسن استعملوا عصير الليمون، راه نفس المفعول تعطونا نفس النتيجه. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها غزاله. انا دائما راه تنقولها لكم الحاجه عاد تنعطيها لكم، ولهلا حشمنا معكم. وهذه وصفه غزاله غزاله تنأكد عليكم جربوها غزاله بزاف، ونوريكم الطريقه. انا دائما تنعطيكم القياس اللي تنستعمل انا، ولا بغيتو تزيدوا تضعفوا الكميه راه غتضعفوها نفس القياس ديال معلقه ديال الشوفان، الحليب مجفف معلقة، الأرز معلقة. المهم غتاخدو نفس أي معلقة عندكم، يا صغيرة يا كبيرة نفس القياس صافي. وغتحركو هاد المكونات. غنستعملو جوج معالق ديال زيت الزيتون، ولا كان عندكم زيت اللوز المر يمكن لكم تاخذوا معلقه ديال زيت الزيتون وتاخذوا معلقه ديال زيت اللوز المر، رائع زيت المر للتصبغات. ما عندكمش تكتفيوا غير بزيت الزيتون صافي. وغنجمعوا هذا العجين بعصير ديال الليمون الحامض، قوام يكون كريمي صافي. نحركوا مزيان،
يمكن لكم هذه الوصفه تستعملوها لجميع الاماكن اللي تكون عندكم فيها تصبغات، في الوجه، في العنق، في اي بلاصه عندكم في الجسم ديالكم فيها السواد، يمكن لكم تستعملوا هذه الوصفه. ومن الاحسن ولا كنتو في الحمام يمكن لكم ديو كميه كبيره من هذا في الحمام اللي غتغسلوا، تيكونوا المسا محلولين، وتستعملوا هذا الماسك عاد تعطي نتيجه اكثر غزاله بزاف، تتبان ديك النتيجه غزاله ما تيكونوا داك المسامات مفتوحين. صافي تتولنا على هذا القوام، على هذا الشكل، هذا شكل كريمي. يمكن لكم هذه الوصفه تستعملوها يوميا مده ديال اسبوع، ومن بعد غيتصفى لكم داك التصبغات، غتبقاو تستعملوها نهار او نهار لا حتى تستمروا في هذاك، حتى ما تبقى لكم حتى صبغات لا والو، استعملوها لبشره الوجه، الجسم رائعه ما تخافوش منها، تعطيك النتيجه غزاله، وغتولفوها غتبقاو دائما تستعملوها. وش المكونات راه موجودين في اي بيت، وما غتحتاجوش شي مكونات اللي شي مكونات غراب غتجي من شي بلاصه، راه اي بيت راه فيه هذه المكونات هذا، وتعطي داك تتحيد داك الخلايا الميته، تجد تنشط الخلايا وتنشط الدوره الدمويه. وملي تستعملوا ملي قبل ما تستعملوا هذا الماسك على الرقبه ديالكم، غسلوه بالماء والصابون، الماء دافي والصابون، وعاد تستعملوا هذا الماسك. من بعد ما تغسلوا هذا الماسك يكرم لكم مده ديال ثلث ساعه او نص ساعه، غسلوه وعاد تدهنوه باي زيت عندكم او مرطب. وتنصحكم واحد النصيحه، ملي تستعملوا اي زيت من بعد هذا الماسك، عملوا تدليك ولكن ما ديروش حركات دائريه، بقاو دهنوا نتوما من الاسفل الاعلى العنق ديالكم، ما ديروش لي ماشي بحال الوجه، ما ديروش حركات دائريه، الوجه هو اللي تبقاو تستعملوا لي حركات دائريه، العنق دائما ملي دلكوا دهنوا الزيت من الاسفل الى الاعلى، وتتنشطنا الدوره الدمويه، وتتحيد جدنا الخلايا، تتحيدنا الخلايا الميته. رائعه رائعه الوصفه، ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء والاحباب. واللي اول مره غتشوف الفيديو ولا عجبوها الوصفات ديالي، تعمل لايك واشتراك، وكتبوا لي في التعليقات، انا تنفرح بدوك التعليقات الزوينين ديالكم، ونخليكم على خير وصفه اخرى طبيعيه بحول الله.